السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. رمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. اليوم راح نتكلم خوتي على أحداث الكروية الدولية والبطولات اللي متوقفة، من بينها راح نتكلم على البطولة الألمانية، وراح نتكلم على انتقال عطال لنادي ميلون أسي. موضوع الأول راح نتكلموا على البطولة الألمانية. الدوري الألماني راح ينطلق رسميا في 15 ماي حسب صحيفة بيلد الألمانية. هذه الصحيفة اللي عندها يعني مصداقية كبيرة ومن أشهر الصحف الألمانية. صحيفة بيلد أكدت أنه راح يكون انطلاق الدوري في 15 ماي. ونعرف الدولة الألمانية اتخذت إجراءات قوية للحد من انتشار وباء كورونا. أيضا الرابطة الدوري الألماني البوندسليغا دارت التحاليل للاعبين، وباش نشوف باش يشوفوا اسكو كاين لاعبين عندهم الكورونا ولا لا. هنا الموضوع راح نتكلموا على ايضا على العقوبة اللي كالو النجم الايفواري اللي نشر فيديو، راح دوك نوريه لكم فيديو يتكلم على Ça c'est la feuille, la fiche de paye. Au moins, même si on s'entraîne pas, on joue pas, ils nous ont payé, tu vois. Ah, waribana, waribana. كما قلت لكم فيديو يتكلم على انه الاجره نتاعو في نادي هيرتا برلين. هذه الفيديو دار ضجه كبيره، وراح وعاقبوا الفريق نتاعو هيرتا برلين، عاقب اللاعب. واللاعب هذا انا عندي الفيديو كامل حق يعني بالامس دخل حتى المكان اجراء التحاليل ولا اجراء الفحوصات نتاع اللاعبين اصدقائه يعني زملائه في الفريق، اجراء كما نقولوا احنا الفحص نتاع الكوفيد اللي كان يعني يكون سري بين كل لاعب على حدة، كل لاعب على حدة، هو دخل للداخل ويصور وكذا وكذا. هذا الشيء ايضا، والفيديو اللي يتكلم على يعني يتهكم على اداره النادي نتاع هيرتا برلين، هذا الشيء اللي خلاه يتعاقب. اذا كما قلنا الدوري الالماني راح يكون رسميا في 15 ماي حسب بيلد الالمانيه. وبالامس 4 ماي كانوا بداوا في الاجراءات، بداوا في التحاليل وفي الكشوفات على اللاعبين، خاصة في ما يتعلق بوباء كوفيد 19 أو كورونا. الآن نتطرق للقضية اللي تخص كل جزائري، والقضية اللي أثيرت مؤخرا حول أنه عطال راح ينتقل لنادي ميلون أسي. قبل أول حاجة نبدأ، شكون اللي يتكلم عن الموضوع هذا؟ هو كالتشيو ميركاتو. هذا الموقع هذا مختص بانتقالات اللاعبين. هذا الموقع انا مانيش راح ننتقده ولا راح نهاجمه، ولا اول حاجه باش الناس تعرف، انا بالنسبه ليا انتقال عطال ميلو ما يخدموش. انا بالنسبه ليا بقى عطال في نيس ويعني يلعب الاوروبا ليج احسن. احنا نعرفه نيس باللي راهي متاهله الاوروبا ليج، وميلون مش هتشارك في الاوروبا ليج. هذه الأولى. الثانية، إدارة نادي ميلون عنده مشاكل كثيرة، عنده بعض اللاعبين اللي مع مستواهم ضعيف، عنده مشاكل عديدة. الشيء الآخر، عطال كان في إصابة، يعني من الأحسن ليه يبرني مع الفريق نتاعو. نرجع الآن للكالتشيو ماركاتو. كالتشيو ماركاتو هذا أنا نشفى كالتشيو ماركاتو تكلم على نذير بالحاج، قال راح نذير بالحاج يروح يلعب في برشلونة. اتكلم على بوغرا، قال بوغرا راح يلعب في برشلونه، اللي يحب يرجع للارشيف القديم يلقاه. كالشيو ميركاتو يعني ما نقولش انا باللي راهو كشغل الهداف نتاع الجزائر، صحيفه الهداف نتاع الجزائر كشغل الهداف نتاع الجزائر، ترى عندنا اخبار خرطو ما كانش منها. هذا كالشيو ميركاتو تقدر تقولوا 70 80% الاخبار تاعو يجيبها الا من الصحف الايطاليه، والباقي مرة كيما نقولوا حنا يجتهد فيها برك، ما كانش يعني مصدر مصداقية في الخبر. ما نقولوش حنا 100% أخباره خاطئة، أنا ما نقدرش نتهم موقع، هذا مجرد يعني موقع.
كالشيو ميركاتو هنا يتكلم على علاقة يوسف عطال ببن ناصر وعلى الستوري اللي داروا في بقميص بقميص ميلان وبن ناصر بارطاجها عنده. انا اوريكم هذا اللاعب تعرفوه، هذا محبوب الجماهير، هذا رياض محرز. واش راهو لابس؟ لابس قميص نادي برشلونة. اسكو شفتوا بعد ما لبس قميص برشلونة اسكو سينيا مع برشلونة؟ ما سنياش مع من سنيا؟ سنيا مع مان سيتي. اذا قضية القميص لما نلبس قميص الميلون راني معجب، انا فان، انا واحد، انا نشتي مثلا الميلون ولا نشتي الانتر ولا نشتي لايوفي ولا نشتي البرسا ولا نشتي الريال، نلبس القميص نتاعو مش يعني بالضرورة ما يسنيت فيه. انا عندي عقد يربطني مع النادي نتاعي سواء نيس ولا مان سيتي ولا نابولي ولا يعني يكونوا شوية لوجيك. لباس يعني لبس محرز ولا لباس محرز برشلونة ولا ارتداء محرز قميص برشلونة ماهوش يعني بالضرورة امضاءه مع برشلونة. الامور هنا واضحة. نرجع لقضية يوسف عطال. يوسف عطال كما قلنا هذا موقع كالشيو ميركاتو، الى باغيين احنا نشوفوا المصدر، مصدر الخبر، ونشوفوا نبحثوا في المواقع القريبة من ادارة ميلان اسي او الجرائد الرسميه. احنا نعرفوا في ايطاليا نعرف زوج جرائد رسميه، عندك لا غازيتا ديلو سبور وعندك كوريرو ديلو سبور، كاين كوريرو دولا سيرا، كاين عادي، وكاين سكاي سبور. هذا من ثلاث مواقع ولا ثلاث وسائل اعلاميه قويه وعندها مصداقيه. لو نروحوا للجريده المقربه جدا للميلان اسي هي لا غازيتا ديلو سبور. لا غازيتا ديلو سبور، واللي يحب يتاكد باللي هذه المقربه من الميلان يتاكد، ما عندناش مشكل، يكتب في جوجل تخرج له الويكيبيديا، ما عندنا حتى اشكاليه، تخرج له باللي شكون المقرب، كاينه هي وكاينه قناسات، ما عندنا حتى اشكاليه. اذا كيما راكم تشوفوا، اول شيء قبل ما نرجعوا الساعه للخبر نتاع كالشيو ميركاتو، كالشيو ميركاتو بتاريخها 4 ماي صح. نروحوا للصحيفه المقربه والصحيفه من اكبر الصحف في ايطاليا لا غازيتا ديلو سبور بتاريخ 4 ماي دوك نشوف. لا يوجد. هاد الساعة رانا في 5 ماي ما كانش. هاي 4 ماي ما كانش. وحنا قلنا باللي الخبر نتاع كالتشيو ماركاتو كان في 4 ماي. إلى لحقنا حتى 3 ماي. لا غازيتا، كوريرا ديلو سبور، كوريرا ديلا سيرا، قنوات الإيطالية، يجيب ما يجيب، وبعض الاجتهادات. اذا لا يوجد خبر رسمي حول اهتمام ولا ما كانش، خلاص عطل طول. نروحوا الى ايضا سكاي سبور، اكبر وسيله اعلاميه ايطاليه. سكاي سبور يعني كي تقول لك خبر رسمي اديه دواء. نزيدكم نذكركم برك قبل ما نروح لسكاي سبور، لا غازيتا ديلو سبور كانت من الاوائل اللي ذكرت انه جمال مصباح راح ينتقل لميلان، ولا واحد جزائري صدق الخبر، ولا جزائري صدق الخبر بما فيهم حتى وسائل الاعلام الجزائريه، كانت مكذبه الخبر من انه جمال مصباح راح ينتقل للميلان، وبالفعل انتقل جمال مصباح للميلان. يعني هذه كي نقول لكم لا غازيتا ديلو سبور مصدر رسمي، تقدر تقولوا 70-80% كانه هو السيت نتاع الفريق، مصدر رسمي. نروحوا لسكاي سبور، يعني سكاي سبور معروفه، سكاي سبور ايطاليا معروفه. تروحوا الكالشيو ماركاتو تبحثوا تلقوا ما كانش. بتاريخ 5 كاين الاخبار يهضروا على فيدال يهضروا ما كانش، كيفين دي بروين. بتاريخ 3 ماي خلاص هبطنا ل 3 ماي، 4 ماي ما كانش، 3 ماي ما كانش. يعني هذا اكبر وسائل وسيله اعلاميه في ايطاليا، لا غازيتا ديلو سبور وسكاي سبور شخصيا. سكاي سبور ما كانش انتقال عطال ولا رغبة ميلان في ولا حتى التفكير في عطال، ما كانش. نروحوا لكوريرو دولو سبور، كوريرو دولو سبور ماهيش قريبة لميلان بصح وسيلة إعلامية كبيرة في إيطاليا. لا يوجد. 4 ماي يهدروا على هيغواين، يهدروا على فابيان رويز اللي عاد تتحوس تديه البرسا، يهدروا على بيدرو، ما كانش. 4 ماي ما كانش. 3 ماي، دخلنا ل 3 ماي. ولا وسيلة إعلامية أكدت انتقال يوسف عطال
الى ميلان او رغبه الميلان استقدام يوسف عطال او حتى انتباهها او شد، يعني ما كانش حاجه تربط يوسف عطال بالميلان. قلت لكم ونعاود، هذا كالتشيو ماركاتو سابقا كنا نقراو عليه اخبار انه هذا كان يقول لنا باللي بالحاج راح يمضي في برشلونه، مجيد بوقره راح يمضي في برشلونه، والعديد من الاخبار. نزيدكم تلقاو خبر ممكن تلقاو بعد يومين ولا ثلاث ايام ولا ممكن راه ظهر خلاص، ونفس الموقع الله اعلم راح يقول لكم باللي فارس راح يمضي في فيورنتينا، ولا فيورنتينا مهتم بفارس. احنا نعرفوا فارس عنده رباط صليبي، باش ياخذ واحد فريق الريسك يجيب واحد عنده رباط صليبي على الاقل يربريني في الفريق نتاعو، هذا الشيء المعروف. نفس الشيء العطالة، العطالة اجرى عمليه جراحيه، يعني الحاجه لوجيك. وانا والله العظيم من كل قلبي اتمنى نشوف عطال في فريق اكبر من ميلانسي. رانا صايمين، ماناش رانا نهضروا من الفراغ ولا نديروا في النفاق. نتمنى من كل قلبي نشوف البوغاتي يسني في فريق اكبر اكبر من ميلان، لان عطال لو يرجع بقوه كما عرفناه ويرجع قبل الاصابه تشوف، يعني نشوفوه نتمناوه يكون فريق سواء ليفربول او سيتي او توتنهام او مش عم بالي انا، ولا جوفنتيس، يعني يتمنى له فريق كبير كبير كبير، ولا الريال برسا ما عنديش مشكل. اذا يعني باش المختصر المفيد هادو ما كالتشيو ماركاتو قلت، يعني يجيب اخبار يدير الباز يجيب مشاهدات، اخبار رسميه مصدر رسمي ما كانش، يجيب من عند لا غازيتا كوريرا دو لو سبور وبعض اخبار يجيبها من سكاي. هذم ثلاث وسائل اعلاميه لم تذكر يوسف عطال انه انتقل الى نادي الميلان او رغبه نادي ميلان في 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 انتداب هذا اللاعب، او ما كان حتى خبر يربط يوسف عطال باداره الميلان اطلاقا اطلاقا، ما حتى سكاي سبور ما هضرش عليه ولا طرقت هذا الموضوع. اذا هذا كالتشيو ماركاتو خاوتي. وكاين حاجه، كالتشيو ماركاتو راه مي دوكا يهزوا المصدر من عند ال 11 مونديال وموقع جول، كل يجيبوا من عند كالتشيو ماركاتو، جابوا المعلومه هذه جابوها من كالتشيو ماركاتو. قلت لكم نعاود، كالتشيو ماركاتو الاخبار نتاعو ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، ما نقدروش نقولوا الهداف نتاع الجد تاع الالجيري، بصح نقولوا ما عندوش مصداقيه كبيره. المصداقيه باش تتاكدوا منها قلت لكم لا غازيتا ديل سبور، بحكم ان هذه الوسيله الاعلاميه الجريده هذه قريبه جدا من الميلان، واللي يحب يبحث يبحث، ما عندنا حتى مشكل. واكتبوا لنا في الكومنتير خوتي الى رانا نخلطوا عليكم، قولوا لنا في الكومنتير باللي ما كانش منها لا غازيتا ديل سبور، ماهيش تابعه للميلان ولا مقربه للميلان، ابحثوا تلقاوها. سكاي سبور ايضا وسيله قويه جدا في ايطاليا، تقدروا تاكدوا منها وبدرجه اقل كوريرا ديل سبور، كوريرا ديلا سيرا نوعا ما، توتو سبور ثاني نوعا ما، ماشي حاجه. انا بالنسبه لي حاجه اللي تخص الميلان هي لا غازيتا ديل سبور، وبعدها تجي كالتش، بعدها تجي السكاي سبور، ونوعا ما كوريرا ديل سبور. اذا هنا باش نختمو، نتمناو الخير لعطال، نتمناو عطال يكون ان شاء الله نشوفو عطال يمضي في نادي كبير، نادي اكبر من الميلان، والله العظيم من كل قلبي نتمنى له يلعب في الريال، في البرسا، في لايوفي، في تشيلسي، في توتنهام، في السيتي، في ليفربول، من كل قلبي. لكن الاخبار هذه هو لبس قميص عادي، كما قلت لبس كما محرز، محرز كلبس البرسا مش معناها انه سنية في البرسا، يحب البرسا كما عطال يحب الميلان، عادي عادي. هذا معجب، انا نشتي الميلان ولا نشتي لايوفي، ولا مش بالضرورة اني راح نسني في لايوفي، عادي، امور هذه عادية جدا، معجبين عادي. اذا حاجه اخرى باش ما ننساش، عطال راح يلعب الاوروبا ليج، باش نقولها ونعاود، عطال راح يلعب الاوروبا ليج، وميلان مازال حتى ساعه غموض، مازال اسكو الدوري راح هو احتمال كبير الدوري راح يستأنف، وراح يبداو التدريبات اليوم، المفروض اليوم لو 5 ماي اللاعبين الدوري الايطالي راح يبداو التدريبات. اذا ميلان مجهول حتى ساعه، مش مضمونه الدوري الاوروبي، المضمون هو النيس، وسيد راجع من اصابه، من الاحسن ليه يكمل مع نيس، واذا رجع في الفورمه نتاعو
الى عاد الميران باغي عطال هايطرو يروح لعطال وبالبركه عليه، الى عاد يستاهل فريق انا قلت ونعاود. انا بالنسبه لي نشوفه في فريق اكبر من ميلان. في الاخير خلتي ملاقاتنا مع مازن ملا فيديوهات وصحف طوركم ورمضان كريم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. السلام عليكم.